زي ما قلت لحضراتكم في البداية، في عدد من المناطق تحديدا في مصر جرت العادة انه حتى الاطفال من هم صغيرين هياخد بنت عمه، هياخد بنت خالته، دي مكتوبة لابن عمها وهكذا. فحتى ثقافة الأسرة من الاطفال من هم صغيرين بيزرعوا في دماغهم ده، ولما بيكبروا في بعض الاحيان ما بيبقاش اصحاب القرار هم المقبلين على الجواز، بتبقى الأسرة. فبالتالي ده بيؤدي إلى زيادة معدلات زواج الأقارب، اللي بيترتب عليه وفقا لأبحاث ودراسات عديدة بعض الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية اللي ممكن تصيب الأطفال. المركز القومي للبحوث كان قال إنه درسوا مجموعة كبيرة من الأمراض، وجدوا إنه من 88 ل 90% من هذه الأمراض سببها إنه الأب والأم أقارب. طب أقارب من أنهي درجة؟ المشكلة دي ممكن نشتبك معاها إزاي؟ خلونا نعرف تفاصيل أكتر من ضيفتي العزيزة الدكتورة أمال عبد الحي، مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة. برحب بحضرتك معانا يا دكتورة، منورانا. أهلا وسهلا بيك، ازاي يا أستاذ رامي، ازاي أخبارك؟ بداية خلينا يعني نوضح أكتر قصة زواج الأقارب، هل درجة أولى ولا درجة تانية، ولا الموضوع ممتد لحد فين؟ زواج الأقارب، تكرار زواج الأقارب بيزود المشكلة أكتر، يعني مش من اول درجه، مش هنقول الاب والام دول اللي هم ولاد عم ولاد خاله، لا، ده ابن عم العم ابن العم، كل ما يزيد التكرار بتاع زواج الاقارب كل ما يزود الامراض الوراثيه المنتقله عن طريق زواج الاقارب. يعني خلينا نبسطها، العيله لما تكون كلها بتتجوز منها في بعضيها ده بيؤدي الى زياده ظهور المرض، يعني احنا ممكن يبقى الناس حامله للمرض ومش ظاهر علينا اعراض، لكن تكرار زواج الأقارب هيظهر المرض كمان في صورة أقوى. طيب هل يعني الأبحاث كلها بتؤكد ده، ولا في بعض الأحيان ممكن الأقارب يتزوجوا والنشأة أو الأطفال يبقوا أطفال سلامة فيهمش تشوهات؟ بص هقول لحضرتك حاجة، هو إحنا كلنا حاملين لجينات وراثية فيها أمراض، جينات وراثية فيها أمراض، فيها أمراض. تكرار بقى قربنا من بعض، الاب والام ان هم قرايب، وهم انا حامله الجين والاب حامل نفس الجين، احنا الاثنين مع بعض احتماليه اننا نجيب طفل مصاب بتبقى اعلى. حتى لو قلنا الاحتماليه دي بتقول لنسبه 25%، لو احنا كارير احنا الاثنين حاملين لمرض واتجوزنا مع بعض، نسبه الاصابه ان اجيب 25% طفل مصاب. 25% مش يعني واحد من اربعه، لا، انا كل مره حمل بحملها احتمال 25% من اللي جاي ده يطلع طفل مصاب. 25% دي كبيره جدا، نسبه كبيره قوي. هو ده اللي بيخلينا في بعض الاحيان ساعات بنسمع انه في اسره مثلا محتاجه مساعده لانه عندهم اربع اولاد عندهم اعاقه معينه. ايوه، فده السبب بيبقى انه الام والاب اقارب. وبعدين هم بيفهموا بيتخيلوا ان احنا 25% ما انا جبت الطفل ده مصاب يبقى اللي جاي هيبقى سليم. لا، هي مش كده. هي كل مره حمل انا معرضه اجيب ال 25% من الطفل المصاب، فممكن يطلع الاول والثاني والثالث. وبعدين احنا بنشوفها في ام ماسكه طفلها مريض، وبعدين شايله واحد على كتفها مريض، واللي في بطنها كمان بالفحوصات عليه طلع انه مريض. ده في الاخر هو بيبقى معاناه على العيله نفسها، الاسره دي في معاناه وفي عذاب. صحيح. عذاب، عيب اجتماعي وعيب نفسي وعيب مادي. وكمان عيب على الدوله. لان بالدستور بيضمن حق العلاج للناس المريضه دي. وهل فعلا انه زواج الاقارب بيترتب عليه فرص الاصابه ال 25% دي ب 82 مرض؟ كل الامراض، احنا الامراض كتيره جدا، مش هقدر اعمل سكرين عليها كلها ولا اقدر افحصها، احنا هنشوف الاكثر شيوعا. واحنا عندنا في مصر هنا الاكثر شيوعا اللي هو الثلاسيميا اللي هي انيميا البحر المتوسط، والاس ام اي اللي احنا سمعنا عنه في الفتره الاخيره الاونه الاخيره، اللي هو سباينال ماسل اتروفي او ضعف العضلات الشوكي الطرفيه. ده الحالات اللي سمعنا عنها كتير مؤخرا. ايوه، دي بتبقى بسبب زواج الاقارب ايضا. دي بزواج الاقارب. هي الاب والام حاملين للمرض، لو اتجوزوا هيجيبوا طفل مصاب. طيب ايه انيميا البحر المتوسط؟ معلش، دي انيميا بيبقى فيه نوع من الهيموجلوبين او انواع الهيموجلوبين اللي في الدم فيها مشكله. الهيموجلوبين بتاع الدم، فاحنا بنبتدي نعمل فصل لما يبقى فيه انيميا، بيبتدي يحصل
انيميا، حاصل ضعف واصفرار في الوجه وخمول وهبوط وعدم القدره على انجاز الاعمال والكلام ده. غير كده كمان ان الخلايا الدم المكسره دي بتتخزن في الكبد وفي الطحال، وبتسبب لي مشاكل كبير جدا للجسم، فيعني احنا في غنى عنها، والاطفال بتحتاج لنقل دم باستمرار، فده علاجه مكلف جدا. صحيح. هل في نوعيه من الامراض اللي ممكن لو اكتشفت بشكل مبكر لدى الاطفال حتى قبل الولاده في فتره الحمل ممكن يبقى في علاج لتجاوز هذا المرض بشكل او باخر؟ مفيش علاج. العلاج بتاعه كله الوقايه من حدوثه. طيب يبقى هنا نرجع خطوه لورا للوقايه من حدوثه. هل المقبلين على الزواج سواء اقارب او غير اقارب في نوعيه من الفحوصات اللي ممكن يعملوها عشان يكتشفوا في حاله الزواج ممكن ده يترتب عليه انه الاطفال قد يصابوا بمرض معين ولا لا؟ ان شاء الله احنا داخلين على مبادره جديده باذن الله هيعلن عنها قريبا جدا، مبادره فحص المقبلين على الزواج. ودي نوع من انواع التطويل للبرنامج القومي لفحص المقبلين على الزواج. احنا كان عندنا برنامج قومي لفحص المقبلين على الزواج، ده برنامج بحكم بنطبقه بناء على قرار وزاري بناء على القانون، قانون الطفل، اللي كان بيقول ان لازم لا يتم عقد قران لمن هم اقل من 18 سنه وبوجود فحوصات طبيه ملزمه، وكانت وزاره الصحه هي اللي ليها الحق في اعلان الفحوصات دي. فكان في مجموعه من الفحوصات بتتم دلوقتي، بدأنا ندخل على مجموعة أكبر منها اللي هي جزء منها الفحص الجيني والفحص النفسي وفحص الأمراض المنتقل عن طريق الأمراض المعدية بتنتقل عن طريق العلاقة الزوجية. فطبعا دي نقلة كبيرة، وكان حلم ان احنا ندخل على التحاليل دي والفحوصات دي. هي فحوصات مكلفة جدا والدولة بتدعمها بجزء كبير قوي، فالحمد لله ان احنا هنبتدي فيها قريب جدا ان شاء الله، معالي الوزير يعلن عنها. طبعا احنا في ظل التعليمات الرئاسيه دايما بدعم وتنميه الاسره المصريه، فاحنا ماشيين في هذا النهج وبناء على تعليمات القانون وعلى استراتيجيات الدوله وتنميه الاسره المصريه والحياه الكريمه. فاحنا دلوقتي بندور على الجيل الجديد، الجيل اللي طالع. احنا عايزين ان شاء الله مصر تبقى خاليه من الامراض الوراثيه يا رب. فهنبتدي بفحص اكبر مرضين او اكتر مرضين اللي هم الانيميا البحر المتوسط، وهندي مشوره للاس ام اي، لان ضعف العضلات الشوكي دوت اصلا فحصه غالي جدا مكلف، ما اقدرش اعمله لكل المقبلين على الزواج. احنا تقريبا عندنا حوالي مثلا من 800,000 لحد 900,000 زيجه سنويا، يعني البارتنر بتوعها حوالي 1,800,000. طب معلش مكلف بقد ايه؟ لا، الفحص الجيني او الخريطه الجينيه ممكن تدخل لها من 10,000 ل 30,000. فدي صعبه جدا، و دي هنعملها للناس اللي هيبقى عندهم تاريخ مرضي فعلا. انما اللي ما عندوش مش هقدر اعملها دلوقتي. طيب بس اللي ما عندوش وعايز يعمل الفحص ده على نفقاته الخاصه يعمله على حسابه يجوز؟ او طبعا نحوله للمكان اللي بيتم فيه ويعمله عادي طبعا. لانه يعني زي ما حضرتك تفضلتي هو تكلفه مش قليله طبعا، تكلفه عاليه. لا مش قليله، الدوله ما تقدرش في المرحله دي ان احنا ندعمها. وبعدين انا عشان ادخل لازم احنا بنشوف الكوست بنفيت او التكلفه، يعني الفايده والتكلفه. فالامراض الاكثر انتشارا اللي هي انيميا البحر المتوسط دي كتيره، وفي نفس الوقت نقدر نبتدي نعمل لها احصائيات بقى بعد ما تدخل، انها يبقى ماس سكرين، ان انا بفحص كل المقبلين على الزواج، نشوف الاعداد المقبله على الزواج. احنا 1,800,000 دول اللي احنا هنفحصهم سنويا هيديني ارقام تقول لي معدلات النسب موجوده قد ايه. طبعا احنا المشكله اصلا كلها عشان زواج الاقارب. صحيح. احنا عندنا زواج اقارب بطريقه فظيعه جدا في الصعيد، في المناطق الحدوديه وفي الريف، فعندنا ده تقريبا ده الاساس في الزواج، يعني هم القرايب. طيب انا بسال برضو كان على التكلفه، لو على نفقه الشخص او المقبلين على الزواج الخاصه قد تكون مرتفعه لكن التكلفه اكبر بكتير لو ما عملوش الفحص ده. لو احنا عندنا فرصه اصابه واضحه. صحيح. واضحه. طيب ننتقل لموضوع المبادره، ودي مبادره مهمه. هل موضوع الفحص
للمقبلين على الزواج ده هيبقى إلزامي؟ إلزامي، ده إلزامي بالقانون، مش قانون جديد، هو قانون قديم. هقول لحضرتك حاجة، إحنا دايماً كنا مش القانون القديم اللي هو بيترتب عليه الشهادة الصحية اللي بتبقى أيوة موجودة مع الشهادة ورق الصحية، المأذون؟ ما هو ده. بس أنت لازم هقول لحضرتك حاجة، إحنا في قانون مهم قوي تفعله، فإحنا بدأنا الخطوات الجادة عشان قبل ما أعلن وأقول للناس في واحد اتنين تلاتة وفحوصات لازم تاخدها وتعملها، فلازم تبقى موجودة عندي في الوزارة. فإحنا فعلا بدأنا أضفنا إضافات كثيرة جدا، يعني فحص الفيروسي فيروس سي وبي والإتش أي في نقص المناعة، وأضفنا كمان الثلاسيميا وسيكل سيل ديزيز، ده حاجة جميلة جدا، دي أمراض معدية ممكن تنقل من الطرف للطرف الآخر وممكن للجيل بتاعهم للأولاد. الأمراض الوراثية طبعا، فحص الأمراض الوراثية ده كمان حلو جدا. زيادة على كده بقى النون كوميونيكابل ديزيز اللي هو مرض السكر والضغط والدولت والسمنة، اللي هم هيأثروا على الست أثناء الحمل ويأثروا على الجيل بتاعها برضو اللي جاي. فدي خطوة حلوة جدا. أنا عايزة وعي الناس يقولي بدري شوية عشان ياخدوا الفحوصات بتاعتهم كاملة، ياخدوا المشورة الكاملة لكل مرض من دول، حتى ان احنا نطمنه هو اطمننا عليه وهو سليم وزي الفل، بس نبتدي نقول له خلي بالك ازاي تحمي نفسك من ده، ازاي تحمي الطرف التاني، ازاي تتجنب الإصابة، ازاي تحمي ولادك اللي هيجوا. طيب، ما احنا في امراض مزمنة بتأثر على الجيل اللي جاي. صحيح، فلازم نحمي نفسنا ونحمي اجيالنا منها ان شاء الله. طب معلش يا دكتورة، لو النهاردة اتنين مقبلين على الجواز وعملوا هذه الفحوصات والنتيجة بتقول انه جوازهم قد يؤدي الى ان الاطفال يبقوا مصابين بكذا وكذا وكذا، هل في هذه الحالة القرار بيترك ليهم ولا يعني هيتقال لهم انه لا ما تتجوزوش؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة الدستور تمنع الزواج خالص، تمنع زواج اي حد. صحيح، بس هو بيتزوج وهو عارف ان هو على دراية كاملة بكل المشاكل اللي ممكن تحصل له وتحصل لولاده. فهو ده. وبعدين عشان نبقى عارفين ان احنا دايما احنا كمعلومات صحيه او بيانات صحيه هي تخص الفرد نفسه، ما تخصش الطرف الثاني. لحد قبل عقد القران هو شخص غريب عنه، فمش المفروض هما الاثنين يعرفوا ان ده عنده ايه او ده، او مش المفروض انا اللي بلغهم، المفروض هو طواعيه يبلغ الطرف الثاني. ده بعد انساني جميل جدا، ده بس ده بعد اجتماعي وقانوني. افكر فيه من ناحيه ثانيه، اثنين مقبلين على الزواج فطلع انه الرجل عنده مرض جيني ممكن ينتقل الى الابناء، فبالتالي هو مسؤول انه يطر يعني يخطر الطرف الثاني. مش هيخطر، ما هو مش هيخطر، بس انا الطرف الثاني ده هو عمل نفس الفحوصات وعرف ان هو سليم، فانا لو هو سليم بقول له لازم تعرف الطرف الثاني اللي قصادك انه يكون سليم، لان انت سليم وهو سليم هتجيبوا اطفال سليمه. لو انت سليم والطرف الثاني حامل لمرض وراثي، احتمال نجيب طفل لا مش مصاب. لو انا سليمه والطرف الثاني عنده حامل للمرض وليس مصاب، طالما حامل للمرض يبقى نسبه اجيب اطفال حاملين للمرض وليس مصابين. فهو انا هعرف ده بالمرض، لان كده في فرق بين انه حامل للمرض او في جيناته مصاب. او مصاب لو هو مصاب بالمرض وهي والطرف الثاني سليم، يبقى انا كل ولادي هيجوا حاملين للمرض، كلهم هيجوا حاملين للمرض طالما الطرف الثاني سليم. آه، لو الطرف الثاني حامل للمرض يبقى انا هجيب 25% منهم مصاب. ايه ده، لا انا تهتف. ما هي حاسبه، فاحنا عشان كده احنا اتنين مقبلين على الجواز، حد حامل، خلينا بقى من حامل للمرض، حامل لا حد مصاب بالمرض، حد مصاب والطرف الثاني سليم، الطرف الثاني سليم، يبقى ده زواج امن. انا هجيب ولادي كلهم هيبقوا حامل للمرض، هجيب 50% حامل للمرض و50% سليم. يبقى ازاي زواج امن؟ ما هو حامل للمرض. حامل للمرض، حامل مش للمرض مصاب بيه. طالما انا مش مصاب وسليم هيجيبوا اطفال، مصاب وسليم هيجيبوا اطفال حاملين للمرض، هيجيبوا حامل للمرض. أوكي، كل الولاد اللي هيجيبهم حامل للمرض. وحامل للمرض ده بيشكل خطوره لو اتجوز بقى حد حامل للمرض بعد كده. تمام، يعني انا بزود نسبه ان يبقى في كارير في المجتمع. خلينا نبسطها، ان واحد واحده اتجوزوا واحد منهم مصاب، لو واحد سليم يبقى الجواز ده امن، بس الابناء هيبقوا حاملين، حاملين طبعا المرض. هيبقوا فبالتالي الابناء دول لو كبروا واتجوزوا حد حامل حد زيهم هيجيبوا حد مصاب، قريب الام او الزوج او الزوجه
حاملين المرض فهيجيبوا اولاد عندهم المرض. عندهم المرض وهو ده عشان كده بنقول ان تكرار الزواج من العيله مش اول اتنين يتجوزوا بس لا تكرار زواج نفس العيله مع بعض بيعزز من فرص بيعزز فرصة الاصابه. طيب الزوج والزوجه الاتنين حاملين للمرض. حاملين للمرض يعني ده عنده جين مريض وده عنده جين مريض في الاثنين المريض ده والمريض ده هيجيب لي 25% نسبة 25% مريض. اي طفل ممكن يبقى مريض و 50% حامل و 25% سليم. طيب الزوج والزوجة مصابين بالمرض؟ لا ده 100% عيال مصاب 100% مفيش فرص ان الاولاد يجوا مش مصابين؟ لا خلاص ما هو الجين العامل الوراثي الطفره اللي حاصله في الجين موجوده عند الاب وعند الام والامراض الوراثيه بتيجي مكتسبه من الاب ومن الام. فخلاص والمقبلين على الجواز في اطار هذه المبادره حضراتكم هتدوا الفحص الطبي لكل طرف مش هتختاروا الطرف كل الاخر كل واحد لوحده بس فحص الامراض الوراثيه احنا بنعمل لينك للنتيجتين مع بعض عشان كده اللي بيجي لي يتفحص للمقبل على الزواج لازم يجيب لي الرقم القومي بتاع الزوجه بتاعته. لان الزوجه اللي هي زوجه المستقبل لان زوجه المستقبل هتروح تفحص ممكن في مكان تاني مش لازم هنا. برضه هتجيب في قاعده بيانات للكل بقى في قاعده بيانات هتعمل قاعده بيانات انا هربط نتيجتك بنتيجه الطرف الثاني واقول لك ان ده زواج امن او غير امن. بس في هذه الحاله لانه ده مرتبط بالفحص الجيني هنا وهنا أيوة. ان الطرفين بيتم اختيارهم بالنتيجه انت هتكتب له كده في نتيجته في شهادته ان ده زواج غير امن وهيجي ياخد المشوره بقى هنقول له كذا لو في طرف منهم مصاب او طلع حد مصاب ده هنحوله للمعهد القومي للبحوث عشان ياخد بقى العلاج بتاعه وياخد المشوره ده لو حد مصاب. الحامل هياخد مشوره بس يعني لو هو حامل المرض هياخد مشوره بس. طب هل ان كان حامل او مريض طرف من الطرفين في بعض الاجراءات او الادويه اللي ممكن يحصل عليها تقلل فرص؟ لو مصاب هياخد علاج، الحامل مش هياخد حاجه لان الحامل ده ما بيظهرش عليه اعراض اصلا. لا لا مفهوم، لو تم الجواز في هذه الحالة هل ممكن في علاجات معينة تمنع أو تقلل فرص إن الأطفال يبقوا مصابين أو حاملين؟ لا هو أنت هتعمل سكرين للإنتريتراين جوه ممكن يعمل حقن مجهري. معلش ده حاجة علمية لا 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 سوري معلش هو الأب والأم يتجوزوا خلاص في عندهم احتمال إن هم يجيبوا طفل مصاب يبقى هنعمل إيه؟ هنبتدي ننزل نشوف البيبي اللي جوه ده ممكن يتعمل له فحص وهو جوه في قلب رحم الام ده في ممكن يتعمل حقن مجهري اصلا ونشوف الجينات السليمه او الجين المصاب يتشال من التكوين الجنين يعني في احتمالات في حلول ممكن تحل من المشكله بس ما هياش مش ده الطبيعي مش ده الطبيعي مفهوم طب وهذه المبادره يعني تم اعداد كل تفاصيلها الحمد لله احنا مستنيين مع الوزير يطلقها ان شاء الله ان شاء الله. طيب جزء مهم جدا عشان تنجح المبادره دي هو الوعي الناس هنوصل ازاي بقى لاهلنا في الصعيد وفي الريف وفي المحافظات الحدوديه البركة عشان البركه فيكم انتوا يعني الاعلام هنا عليه دور كبير جدا مش كفايه لا انا هقول لحضرتك الخطوات هي بتبتدي احنا كل الناس بتقعد تتفرج على التلفزيون دي الحاجة الوحيدة اللي بيشوفوها وكل متفق عليها الميديا بيقعدوا عليها وبيشوفوها فهيبتدي ينزل في احنا عندنا صفحات لينا الصفحات للإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة في صفحة للوزارة هنبتدي ننزل عليها الدعاية دي احنا عندنا جوه الوحدات عندنا تثقيف صحي للناس اللي قاعدة في الويتنج اريا في قاعة الانتظار وهي بتنتظر تاخد العلاج احنا هنبتدي نتكلم عن المبادرة الجديدة لان كده كده انا محتاجه اللي يتفحص مقبل على الزواج يجيني ما يجيليش بقى ايه زي الاول كان بيجي يقول لك انا المأذون هيكتب الكتاب يوم الخميس انا عايز الشهاده النهارده لا طبعا مفيش حاجه اسمها كده لان فحص الكروموسومز او الفحص الجيني هياخد على الاقل اسبوع فمش هقدر قبل ما ترتب اصلا امور جوازك ومعاد كتب الكتاب والخطوبه لازم هو ده اللي بنقول عليه بقى احنا عايزين الوعي يوصل ان انا مش انا هتجوز بكره وكل حاجه جاهزه بعدين نروح نعمل فحص زي انا رحت عملت فحوصات لبنتي وطلعت واطمنت ان ده انا عملت لها فحص فيروس سي وبي وعملت لها الاتش اي في اللي هو الايدز اطمنت بنتي سليمه ما انا اول حاجه هعملها هسال الطرف الثاني فين شهادتك فين شهادتك انا عايزه اطمن عليك عشان انا بنتي لو اتجوزتك وانت مصاب هي هتصاب هي كمان فيبقى نبتدي نقول لو انا مريض فيروس سي بيخف
يبقى ياخد فترة قبل الزواج وياخد علاجه ويخف ويبقى كويس وبعدين يكمل الجواز. حتى لو الأمراض المزمنة، مريضة السكر دي لو اتجوزت أصلا ممكن الطفل بتاعها يجي فيه تشوهات. لو ما عرفتش النصيحة الكاملة اللي هي تعملها، لو ما عرفتش إن هي لازم تظبط سكرها قبل الحمل بثلاث شهور على الأقل إن هي تبقى متظبطة. مريضة الأنيميا، لو هي عندها أنيميا هتجيب طفل عنده مشكلة. فيبقى إحنا نبتدي نظبط نفسنا قبل ما نتجوز. إحنا الشهادة بتاعتنا اللي هتعمل هتبقى سارية لمدة 6 شهور، فخلاص احنا ناويين نتجوز قبل الزواج بشهرين بثلاثه، نروح نعمل الفحوصات بتاعتنا، اطمنا احنا سلام وزي الفل، الجواز يتم، عندنا شويه مشاكل بسيطه نعالجها، نطمن على نفسنا، ليه لا؟ ولو ما عملتش الفحوصات دي واتمت الجواز؟ لا، مش هيتم الجواز، لان من موسيقى المصوغات عقد القران الشهادات الصحيه دي. والشهادات الصحيه دلوقتي بتطلع شهاده موثقه مؤمنه، مش زي الشهادات القديمه اللي كانت بتطلع برضه، هي شهاده كمبيوترايزد ومطبوعه. لا، والنبي بعت حد يجيب لي شهاده صحه بس عشان يتم الجواز. خد البطاقتين وهمت وهات لي شهاده زواج. مفيش مش كلام هتتم. مش هتتم الشهاده، مش هتطلع. مش هتتم مع اطلاق المبادره، مش بتتم من دلوقتي. مع اطلاق المبادره. لان الشهاده هتبقى مؤمنه وموثقه، وهو ده اللي هيتم بيها عقد الزواج، ولا اي شهاده تانية هتنفع. وفي نفس الوقت الشهاده مش هتطبع غير لما يتم كل التحاليل تتم. مش هينفع اطبع شهاده من غير ما كل التحاليل تكون تمت. يعني البرينتر مش هيقول اوكي ويطبع غير لما التحاليل كلها تتم. طب ما انا هدخل الوحده وهقعد وهستنى نتائج، طب ما انا اعملها بقى. وبعدين مش هو ده بس، لا، انا اهميه التحاليل دي قد ايه؟ اهميه انها تحميني انا وتحمي الطرف الاخر. اهميه ان انا هجيب اجيال سليمه. صحيح. مش هتعمل لي عبء مادي ولا نفسي ولا اجتماعي. هيقلل لي فرص الطلاق اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها في الفقره اللي فاتت. ما هو احنا اتجوزنا ولقينا في مشاكل صحيه ولقينا حاجات كده غريبه، لا احنا هننفصل. احنا جبنا طفل وبقى عنده اصابه، لا انت ما قلتليش، لا انت ما قلتلكش، ما قلتليش انت اللي ما قلتليش ان عندك مشكله في العيله، انت وانت وانا، وفي الاخر بنتطلق، وفي الاخر في طفل بقى طفل مريض، عنده هو مريض جسمانيا وعنده جزء نفسي كمان هو بيتضر فيه والاهل بيتضروا فيه. صحيح. فيبقى احنا الفحوصات دي هتبقى حاجه جميله جدا. كمان المبادره بتاعتنا فيها جزء تاني جديد برضو اللي هو اطمن او اعرف شريكك، جزء نفسي. احنا بنعمل تقييم للحالة النفسية للناس المقبلة على الزواج. هل نوع اكتئاب، توتر، قلق، الكلام ده كله. في حالة ان احنا التقييم بتاعنا طلع سليم، خلاص مفيش مشكلة. لو في اي مشاكل نفسية بنقول له توجه لعيادات الطب النفسي. في حاجة، في اماكن احنا ولا بنحاول ولا يتم اختار الطرف الاخر برضه. لا، ولا يتم اختار الطرف الاخر. كويس. يعني هو بس اعرف نفسك. دكتوره والنبي، يعني انا بناشد وزير الصحه ان تطلقوا هذه المبادره قريبا، لانها مهمه جدا لقوام الاسره، وان الاسره تبقى سليمه، والمقبلين على الجواز كل طرف يبقى مطمن ان الامور يعني هتسير بكل خير ان شاء الله، وربنا يسعد كل المقبلين على الجواز. يا بحياتي. رب ربنا يسعد كل الناس، ويبقى زواج امن زي ما بنقول، ويحفظهم ويحفظ اجيالنا اللي طالعه. لان ده هيشيل عبء كبير قوي من تكلفه العلاج اللي الدوله بتتحملها. كتير، لا كتير، عبء كبير جدا. يعني الكام طفل اللي اصيبوا المصابين بالاس ام اي، الدوله بتصرف لهم علاج بالملايين قد ايه، وفي الاخر عشان نبقى عارفين الاطفال دي ممكن تموت. مش ممكن، هي هتموت. العمر الطويل ليهم يعني. يعني احنا بنقول في مرض بيظهر ساعه الولاده ما يكملش الطفل سنتين. بس انا مش هسيبه في خلال السنتين اقول ما هو هيموت. لا، انا لازم اديله العلاج. صح، اكيد. فدي تكلفه يعني. والاهم من انه ده عبء مادي على اقتصاد الدوله والميزانيه، انما عبء على الاسره نفسها. عبء على الاسره نفسها. كل اسره اكيد بتتمنى ان اولادهم يبقوا اصحاء وسلام. عايز يشوف ولاده حواليه زهره كده متفتحه. صحيح. وجميله يعني. يا رب للجميع باذن الله. يا رب. دكتوره امال، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا، وكل التوفيق لحضراتكم مع انطلاق هذه المبادره. ان شاء الله انها توصل لكل الناس على كل مستوى، كل المحافظات، ويقتنعوا باهميه هذا الامر. ان شاء الله. يعني هي المبادره هتتم على كل ارض مصر لكل المصريين والاجانب المقيمين هنا واللاجئين لمصر كمان. كل ده هنقدم نفس الخدمات ليهم زي ما هنقدمها للمصريين بالظبط. ان شاء الله. ان شاء الله. بكرر الشكر لحضرتك، شرفتينا ونورتينا. شكرا. تحياتي لحضرتك دكتور امال عبد الحي، مدير الاداره العامه للامومه والطفوله بوزاره الصحه.